السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد من قناتي ناديه ستيبل. فيديو ديال اليوم لي بات كيجيو بواحد النكهه زوينه ديال الوالدين كما كنسميهم انا، كيجيو بنان بزاف بزاف، وقيل على الطريقه المغربيه، على ما كان من الطريقه المغربيه. المهم كيجيو رائعين جدا العشاء، وكيوجدوا في 30 دقيقه دغيا دغيا، وتيبغيوهم الكبار والصغار. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير ديال هاد لي بات ولا المكرونيه كما كنقولوا لها حنايا بالمغربيه. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 3 ديال المطيشات محكوكين، من الاحسن تكون مطيشه طريه كتعطي مذاق زوين لهاد لي بات. عندي هنايا الكفته اللي دايره فيها العطريه، دايره فيها قزبر ومعدنوس، شويه ديال الكمون، شويه التحميره ومليحه باش كتحيد لها الزفوريه وكتجينا زوينه في لي بات. عندي بصيله وحده صغيره مشلضه كي كتشوفوا، عندي الربيع مخلط قزبر ومعدنوس، واحد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم ولا مطيشه ديال الحك، وعندي واحد 3 ولا 2 تاع دريسات ديال الثومه محكوكين. ام طبيعه الحال لي بات اللي كتفضلوا اي نوعيه بغيتوها وتديروا سباغيتي ديروها، انا كيعجبوني هاد المجعبين ديال زمان كيعجبوني بزاف. وبالنسبه للزويته كنستعمل غير الزيت البلديه فقط، ما كنستعملش الزيت العاديه. اول حاجه غنديروا زويته بلديه، بعد ما تسخن الزيت ما خلوهاش تسخن بزاف باش ما تحرقش، غنضيف البصله ونضيفو الثومه. هنا حتى كتشحر لينا شويه البصيله، عاد كنضيفو الثومه باش ما تحرقش. وهنا الزيت على حسب واش الكفته فيها الشحمه بزاف ولا لا، الا كانت ما فيها الشحمه كنوفيو شي شويه الزيت، كنديرو خير الله ديال الزيت، ولا كانت الشحمه فيها واحد 30% ديال الشحمه كنديرو غير شويه ديال الزويته. المهم كلها بزويته زيت زيتون، زويته بلديه، ما كنديرش كاع الزيت العاديه. كنحاول كي كتشوفوا نطيب ديك الكفيته حتى كتقلى ليا مزيان مزيان مع ديك البصيله وكتاخذ من ديك الثومه. وهنا ضروري ضروري كما قلت لكم في الاول، خاص الكفته تكون معطره وباش كتجينا زوينه، ما كتجيناش مزفره. شي مره كتاكلوا كفته كتلقاوها زفره، خاص ضروري تكون فيها العطريه. صافي هنا كنقليها مزيان مع ديك البصيله وزويته بلديه والثومه، نضيف عليها الزعتر اختياري ولكن كيعطيها مذاق زوين. اللي بغى يضيف الحبق يضيف الحبق البيزو، وسواء الحبق ولا الزعتر ولا الزعتره، مهم هادو من العشوب اللي تيمشيو مع هاد لي بات هادو. صافي عاد تشحرت لي الكفته، ما نخليهاش تتنشف، غير تشحر ليا ونضيف عليها مطيشه محكوكه. هنا ضروري تكون مطيشه طريه، راه كيختلف المذاق ما بين مطيشه طريه ومطيشه ديال البواط جدا جدا. مهم كميه على حساب الكونتيتي اللي بغيتو ديرو نتوما في لاصوص. ممكن هاد لاصوص تصاوبوها وتحطوها في الثلاجه كتبقى زوينه ما تيوقع ليها حتى شي حاجه. ونضيف مطيشه ديال الحق، قياس واحد المعلقه صغيره عامره باش ما تجيناش حامضه بزاف، نديرو غير معلقه صغيره. ونضيف الربيع قزبر ومعدنوس، قياس واحد المعلقه ونص حتى لجوج معالق، ونقلي هادشي مزيان مزيان ونشحرو. طبيعه الحال غنزيدو العطريه اللي عندنا مليحه، شويه ديال الكمون كما قلت لكم، راه هادو لي بات بالطريقه المغربيه. جربوا هاد لا غوسيط غتعجبكم. عندي هنايا البابريكا ولا التحميره،
واحد المكون اللي غايجيكم شويه غريب هو زدت فيها شويه ديال القرفه. القرفه كتعطيها غير طريقه ديال القرفه كتعطيها واحد المذاق اللي هو خطير جدا جدا. جربوه ردوا عليا الخبر، كتجي رائع. كناخد واحد طنجره وندير فيها الماء، ودرت فيها انا وريقه تاع سيدنا موسى. هنا ما درتش الزيت في السليق ديال لي بات، علاش؟ الزيت كتمنع لي بات باش يشربوا لاصوص، واللي بغى يديرها يديرها، ما كاين حتى شي مشكل. بطبيعه الحال درت نص كيلو ديال لي بات هادو المجعبين وغنخليهم يطيبوا. هنا لي بات الطريقه ديال لي بات كاين اللي كيبغيهم طايبين بزاف، كاين اللي كيبغيهم ما طايبينش، المهم نتوما وكيرجع لكم الامر. بحال هادو انا صراحه ما فتش فيهم واحد 8 ديال الدقائق فقط. الا كانت سباغيتي غادي تزيد شي شويه عليهم. كما قلت لكم كاين لي بات واخا تيقول لك لا ما خصهمش يجيو طايبين بزاف، كاين اللي ما تيبغيهمش ما طايبينش، المهم الطريقه كترجع لكم واللي بغيتو نتوما واللي كتفضلوا نتوما. هنايا عندنا لاصوص ديالنا كي كتشوفوا بدات كتعقد، واحد الريحه طالعه منها يا سلام، وكتجي رائعه جدا جدا. ما تنساوش ديك الطريقه ديال القرفه كتعطيها مذاق غزال بزاف بزاف بزاف. جربوها، تقدر تجيكم كما قلت لكم غريبه، ولكن جربوها وردوا عليا الخبر، انا متاكده غادي تعجبكم وكتبدل المذاق تماما. وحاجه اخرى البزار من طبيعه الحال، هذه هي العطريه اللي درت فيها. انا غادي نرجع للفيديوهات نشوف واش لقى الفيديوهات نعاود نحطهم، حيت لقيت شي فيديوهات ما بقاوش ليا. مهم راه باينه العطريه اللي درت فيها، البزار، الملحه، البابريكا، شويه ديال الكمون، وطريقه ديال القرفه فقط، هذا الشيء اللي كاين. صافي تسلقوا لي بات طابو، كنصفيهم من داك الماء. ما بطبيعة الحال ما صفيتهمش مده طويله، كيعجبني يبقاو سخانين ويتكالوا سخانين. هنا فاش كنصفيهم وكنحطهم في طبق التقديم غادي نضيف عليهم بطبيعة الحال طريفات ديال الزبيده ولا زويته بلديه، نتوما شنو بغيتو. هي الزبده كتعطيها واحد النكهه خاصه وواحد المذاق خاص، بالخصوص الا كانت زبده من نوعيه جيده، كتجي رائعة جدا، كتعطي واحد المذاق اللي هو غزال وبنين. نخلط ديك الزبدة حتى تذوب وسط دوك لي بات، عاد باش نضيف الصوص من الفوق. سمحوا لي على المقطع ديال العطريه، سمحوا لي بزاف بزاف. نعاود نذكرها، البزار، الملحه، البابريكا، طريقه ديال القرفه، وطريقه ديال الكمون، كما شفتوا ساهلين بزاف بزاف. جربوهم انا متاكده غادي يعجبوكم. طبيعة الحال كاين اللي كيدير هاد لاغوسيت، بزاف الناس كيديروا هاد لاغوسيت ديال مواتنا. احسن وصفه ديال المكرونيه كما كنقول انا هي هذه، كتجي غزاله وبنينه بزاف بزاف، وواحد لاصوص ما تخيلوش البنه اللي كتكون فيها. ما نقدرش نقول لكم بنينه بزاف، جربوها جربوها. انا اللي كثرت عليكم الهضره، جربوها انا متاكده تعجبكم. صافي نقدموها بحال هكا، بعد ما نقدروا نصوبوها في الليل، نطيبوا لي بات وكلشي نصوبوهم في الليل، نديروهم في بواطات فاش نسخنوها نديروا لي بات في ميها سخونه واحد 3 دقائق، ميها مغليه 3 دقائق، ولا زوج الصراحه نسخنوها غير في مقيله، وها لي بات موجودين. انا فاش كندير هاد لي بات ولادي كيتغداو بهم ويتعشاو بهم، حتى كيساليو تيعجبوهم بزاف بزاف، حيت صراحه بنانو كما كنعرفوا راه الوليدات كيموتوا على لي بات، بالخصوص دابا الدخول المدرسي. بالنسبه للمغرب مساكن اللي تاجل هاد الشيء ديال المدرسه، الله يكون لكم في العوان والله معاكم، ولكن ان شاء الله دابا ترجع الحياه الطبيعيه كما كانت، ويدخلوا الوليدات ويرجع كل شيء لبلاصتو، والله يرفع علينا هاد الوباء هذا خلاص يا ربي، ترفعوا في القريب العاجل يا سيدي يا ربي. المهم كثرت فيا الهضره في هاد لا فيديو. غادي نضيف شي شويه ديال الجبن ديال البارميجان اختياري، ممكن تضيفوا الادام، ممكن تضيفوا اي جبن. هنا الا بغيتوا تجيكم داك لي بات اللي كيتجبدوا بالفرماج، ممكن ديروهم مع لاصوص، ضيفوا الفروماج موتزاريلا مع لاصوص باش يجيكم كيتجبدوا، وديروها في الفران، دخلوها في الفران غتجيكم حتى هي رائعه جدا. وهادو هما لي بات ديالنا، نتمنىكم تجربوا هاد لاغوسيت وان شاء الله تعجبكم. وسمحوا لي اعتذر جدا جدا على المقاطع اللي ما كاينينش وكثرت عليكم الهضره. ما تنساونيش لي كومونتير ولي لايك من طبيعه الحال الى عجبكم الفيديو، وخليت لكم راحه الله فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.